لا شك أن اليوم زيارة السلطان هيثم لدولة الإمارات العربية المتحدة هي زيارة تاريخية بكل ما تعني الكلمة، وتأتي هذه تتويجا إلى العلاقات المميزة التي وصلنا إليها بيننا وبين الأخوة في عمان. اليوم الإمارات تعتبر المستثمر الأول في سلطنة عمان والثالث على مستوى العالم، ونحن نتطلع على أن بعد ما تتنفذ هذه الاتفاقيات التي وقعت اليوم أن هذه راح تعطي مستوى تعاون وتقارب اقتصادي استراتيجي بعيد المدى. اليوم الإمارات لديها خبرة في كثير من القطاعات الاقتصادية، منها الاستثمار والبنية التحتية وصناعة البترول والنقل. الخبرة هذه ممكن أن الأخوة في عمان يستفيدون منها استفادة كبيرة. وأثناء اللقاء تحدثت مع كثير من رؤساء الشركات المتواجدين هنا، وكلهم تقريبا عندهم هناك خطط لإقامة مشاريع في عمان، خاصة أن البيئة العمانية مهيئة اقتصاديا لجذب رؤوس هذه الأموال وهذه الشركات، وكذلك الاتفاقيات اللي تربط عمان بالولايات المتحدة. الاتفاقية الاقتصادية بتكون احدى يعني الحوافز اللي بعض الصناعات الناجحة في الإمارات تفتح فروع لها في سلطنة عمان. ونحن يعني القيادتين في البلدين عندهم توجه واحد، توجه هي التنمية الاقتصادية الشاملة وخدمة هذه الشعوب بحيث أن الفائدة تكون عامة وتأتي بالخير للشعبين الشقيقين. والله المشاريع أظني إذا لاحظت اليوم في الاتفاقيات اللي وقعت هناك مشاريع كثيرة، يعني هناك الطاقة المتجددة، مشاريع في الحديد، مشاريع في الألمنيوم، ومشاريع في بعض المناطق الحرة في عمان. وبعتقد أن يعني إذا نحن تأكدنا من تنفيذ هذه المشاريع في المرحلة هذه، أنا ما عندي شك أن بتكون هذه يكون حققنا هدف كبير في مدة قصيرة جدا. نحن وغرفة عمان حقيقة عندنا علاقة مميزة، عندنا اتصال تقريبا مباشر، ودائما لما تكون هناك أي عوائق سواء للمستثمرين من الأخوة في عمان في الإمارات، نحن دائما نتحرك لتسهيل هذه المعوقات، وكذلك في عمان. والتبادل الآراء وتبادل الخبرة موجودة بيننا وبين الأخوة في عمان، وبعتقد أن ما يميزنا عن باقي الدول أن كون عمان جارة لدولة الإمارات العربية، كنا أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، سهل كثير من الأمور الحقيقة بالنسبة للتعاون مع الغرف. وهناك عدد كبير من التجار والشركات الإماراتية تعمل في عمان وكأنها في دولة الإمارات، وكذلك شركات عمانية في دولة الإمارات تعمل وكأنها شركات إماراتية.